مرحبا، اسمي فيفا القطب. أنا الإكزيكتيف دايركتور لمجموعة الشروخ للطباعة والتغليف. درست هندسة كهرباء وإلكترونيات ببريطانيا. صار لي هلأ 5 سنوات تقريبا بشتغل بمجال الصناعة وبالأخص مجال الطباعة والتغليف. هلأ بالنسبة لأي طالب حابب يفوت على مجال الصناعة ومش عارف إيش بده ينقي بالكلية أو الجامعة، ما في إشي معين أنا بقدر أنصح فيه، لأنه أنا بآمن إنه الجامعة هي وسيلة بتعلم الطالب طريقة تفكير صحيحة وبترشده على آلية ممكن من خلالها يلاقي حلول، فهي بتعلم الكرياتيف أند كريتيكال ثينكينج اللي من خلاله الطالب بيقدر لقدام يفكر بشغله أو بحياته المهنية والشخصية. لكن في صفات معينة برأيي لازم تكون موجودة بالشخص بيقدر من خلالها يتقدم أكثر وأسرع بمجال الصناعة. أهمها إنه يكون بيحب وظيفته وبيحب شغله. طبعاً لازم يآمن قد ما بعطي الصنعة وقد ما بعطي شغله الصنعة راح تعطيه. لازم يكون له دافع ليتعلم، واهم شيء الواحد لازم دائما يطالع ودائما يواكب التكنولوجيا الجديده. احنا كصناعيين مهنتنا كثير شبيهه بمهنه الطب، كل يوم فيها شيء جديد، whether it's a software or hardware او حتى ممكن يكون شيء بالرو ماتيريالز. فالواحد قد ما بيحب يتعلم التكنولوجيا الجديده، احنا كصناعيين مهنتنا كثير شبيهه بمهنه الطب، كل يوم فيها شيء جديد، whether it's a software or hardware او حتى ممكن يكون شيء بالرو ماتيريالز. فالواحد قد ما بيحب يتعلم اكثر عن شغله قد ما بيبدع اكثر لانه بيعرف معلومات اكثر. واكيد الليرنينج كيرف تاع البني ادم راح يضل مستمر معه طول حياته. الاهم شيء وهو بيكسب خبرات، لازم البني ادم يكسب خبرات من الجيل الاكبر منه، ذو الخبرات الاعلى منه، والمعلومات اللي باخذها لازم دائما يطالع اذا هي دقيقة 100% وصحيحة 100%. وهلأ رح ناخد تور بسيط بالمصنع، بقدر أحكي لكم أكثر عن شو بعمل كل يوم. There is a balance بين top management، بين production، بين technical things. هلأ نمشي ونحكي أكثر. يا زياد 25000.